بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. موضوعنا النهاردة عن الدريلينج بيت. والدريلينج بيت أو البيت موضوع مهم، موضوع مهم في البتروليوم اندستري. هندرس أو هنعرف إزاي، أولا مقدمة عن البيت، ثانيا إزاي البيت دي بتعمل، وبعد كده ندخل في البيت سيلكشن والريليشن شيب بتوين البيت والريت اوف بنتريشن والبيت تايبس. في انواع كتير من البيت، والبيت كالكوليشن في معادله اللي انا بقدر من خلالها اختار البيت اللي انا هشتغل بيها والبيت المناسب للحفر الفورميشن اللي انا هحفره. وفي فيديو معانا توضيحي في الاخر هنشوفه مع بعض. تمام، في البداية البيت لما نيجي نتكلم عن الدريلينج اوبريشن لازم نكون على علم بأول أداة تستخدم معانا في عملية الدريلينج وهي البيت. ومن المهم معرفة الدريل بيت بتعتمد في اختيارها على إيه؟ بتعتمد في اختيارها على عدة عوامل، منها الدريل بيت كونديشن والويت اوف بيت، يعني حالة الدريل بيت اللي أنا هحفر بيها ووزنها ومعدل دورانها اللي هو ريت اوف بنتريشن. وفاعليه المض في ازاله الكاتنج تساعد ايضا في كفاءه وعمل البت. تمام، هاو بت دريل، ازاي البت بتعمل، ازاي بتشتغل. طيب البت دي عباره عن اداه تستخدم في تكسير الرك اثناء عمليه الحفر بواسطه الدريل سترينج روتيتنج والويت اون بيت. فمن خلال العاملين دول، الدريل سترينج روتيتنج اللي بينشا من الروتري تيبل، والويت اون بيت اللي بينشا من الويت اوف دريل بايب ودريل كولر والديريك والاجزاء، كل الاجزاء اللي بتبقى فوق الرج بتعمل لي ويت على البت اللي تحت اللي شغاله تحت. وبالتالي ده بيسهل عندي عمليه الدرينج، وبيخلي عمليه الدرينج دايما في تقدم، فبقدر انتقل من السكشن اللي انا بحفر فيه للسكشن اللي بعده وهكذا حتى تنتهي عمليه الدرينج. بعد كده البيت سيلكشن. والبيت سيلكشن اولا التصميم الصحيح للبيت هو انه يكون save time and cost، وده فعلا اللي بيميز بيت عن بيت تانية، ان rate of penetration يكون اعلى في البيت اللي انا هختارها، rate of penetration بتاعها هيكون اعلى، وانه يكون اقل في الكوست. طيب اختيار لدريل بيت بيعتمد على some factors، منها الفورميشن تايب. من حيث يعني اعرف طيب الفورم، اعرف نوع الفورميشن من حيث انها سوفت او هارد. الفورميشن دي ممكن اقدر استخدم فيها انه نوع من البيت. تمام، الفورميشن سترينث. بعد كده العامل الثاني الفورميشن سترينث، ودي درجه السترينث بتاع الروك المتكون منها الفورميشن. احنا طبعا عارفين ان كل روك له درجه سترينث معينه. تمام، فمن حيث معرفه الفورميشن سترينث بقدر احدد البيت اللي انا هختار احفر بيه. تالت عامل معايا اللي هو الكوست بير فوت، انا هحفر الفوت بكام. طيب انا لو لقيت بيت تانية تحفر لي نفس الفوت بسعر اقل اكيد هختارها. فبالتالي الكوست اللي انا هحفر بيه السكشن بتاعي، الكوست بتاع البيت اللي انا هحفر في السكشن بتاعي بنسبة كبيرة جدا هيحدد لي انا هختار البت المناسب. تمام، الفوتيج. والفوتيج ده من خلال الفوتيج او السكشن اللي انا هحفره، انا هحفر هارد، هحفر سكشن هارد، هحفر سوفت، هحفر ميديوم. فمن خلال تحديد الفوتيج او السكشن اللي انا هحفره هقدر احدد الفورميشن بتاعتي هارد سوفت ميديوم، وبالتالي هختار البت المناسبه اللي هحفر بيها السكشن بتاعي.
ودي وكده تبقى دي العوامل اللي بتحكمني في اختيار البيت. تمام. بعد كده ريليشن شيب بتوين البيت اند ريت اوف بنتريشن. وريت اوف بنتريشن مهمه جدا جدا في تحديد البيت المناسبه للحفر. تمام. في عاملين بقدر من خلالهم ازود بيهم الريت اوف بنتريشن، وبالتالي اختار البيت المناسبه اللي تقدر تحدد اللي تقدر تحدد لي او تديني الريت اوف بنتريشن اللي انا عاوزه. تمام. الماكسيمم هيدروليك هورس باور، فكلما تزيد الهورس باور طبعا بتزيد عندي الريت اوف بنتريشن. وايضا العامل الثاني الماكسيمم امباكت فورس، ودي قوه التاثير على البيت، واللي من خلال زيادتها بيزيد ايضا الريت اوف بنتريشن. ومن خلال التو فاكتورز دول اللي تاثيرهم بيحصل مباشره على على البيت بيزود معايا الريت اوف بنتريشن والكليننج. في برضو عده عوامل ايضا ممكن تاثر على الريت اوف بنتريشن، منها الدريل بيت تايب، ومنها الفلو ريت، ومنها الهول كليننج. طيب عندنا بعد كده البيت تايبس. البيت تايبس وفي انواع كتير جدا من البيت تايب، اشهرها ثلاث انواع: الدراج بيت، والفيكسد كتر بيت، والرولينج كتر او رولر بيتس. تمام. هناخد اول نوع معانا وهو الدراج بيتس. والدراج بيت دي نوع من البيت ما فيهوش اجزاء متحركه. الدراج بيت الظاهر عندنا في الصوره كده زي ما انتم شايفين، هاف نو موفينج بارتس، ما فيهوش اجزاء متحركه. بيحفر بالشوفلينج اكشن، بخاصيه الشوفلينج من خلال البليدز بتاعته الواضحه في الصوره. ويوجد في الدراج بيت نوزل، ودي بتستخدم للكليننج بليدز لمنع البيت بولينج. البيت بولينج دي عباره عن اكيوميليشن اوف كاتنج اراوند بيت، اللي هي عباره عن تجمعات من الكاتنج اللي بينتج من الفورميشن اثناء عمليه الحفر، ودي بتلتصق كده في البيت، فبتخلي اتصال البيت بالفورميشن مش هو احسن حاجه. وبالتالي عندنا النوزل بتستخدم لتنظيف البيت من البيت بولينج، ومنع البيت بولينج انه يحصل للبيت يعني. تمام. حاليا بيتم استبدال الدراج بيت بالرولينج بيت. تمام. النوع الثاني او النوعين الثانيين موجودين في المخطط اللي قدامنا ده، فيكسد كتر ورولر كون. الفيكسد كتر البي دي سي بينقسم الى نوعين، البي دي سي والدياموند. والدياموند بينقسم الى ثلاث انواع زي ما حضراتكم شايفين: الناتشرال دياموند، والتي اس بي دياموند، والامبرجنيتد او الميكسد دياموند. ورولر كتر دي منها نوعين: الميل توث والانزرت. والميل توث تحتها الرولر بيرنج، والانزرت الجورنال بيرنج. تمام. هندخل في اول نوع اللي هو الفيكسد كتر بيت. والفيكسد كتر بيت دي هاف نو موفينج بارتس، ما فيهاش اجزاء متحركه، ومنها انواع البي دي سي بيت والدياموند بيت. هناخد اول نوع منهم اللي هو البي دي سي بيت، اللي هو البوليكريستالين دياموند كومباكت بيت. ودي بيستخدم في صنعها الماس الارتفيشال دياموند، وبتنزل الويل بداون هول موتور، بتنزل الويل مصحوبه بموتور. تمام. تستخدم بنجاح في معظم الحقول، ومعظم الحقول في العالم، خاصة عند حفر باستخدام الاويل بيز مد والتربو دريلز. النوع الثاني الدياموند بيت. والدياموند بيت بتحفر بخاصية السكرابينج، الدريل باي سكرابينج، وتستخدم في العديد من المناطق او من الحقول في المنتشرة في العالم. والدياموند بيت دي has a reduction in trip time. تمام. يعني التريب تايم بتاعها قليل. طبعا احنا عارفين ان كل بت لها تريب تايم. التريب تايم ده اي وقت ضايع غير وقت الدريلنج تايم.
تمام، واللي بنسميه تريب تايم. فكلما كان التريب تايم بتاع البت اللي انا هختاره قليل، كلما كان الحفر هيتقدم بصوره اكبر، والدريلنج وعمليه الدريلنج تنتهي بفتره اقصر. تمام. تستخدم في الهارد فورميشن، برضو من مميزات للديامو والديبتس انها تستخدم في الهارد فورميشن. يوجد منها ثلاث انواع: الناتشرال دايموند والميكسد دايموند والتي اس بي دايموند. تمام. والثلاث انواع دول بيختلفوا عن بعضهم، بيختلفوا في الكاتنج اليمنتس، في الشيب اوف كاتنجز والسايز اوف كاتنجز والكواليتي اوف كاتنج اللي بتنتج من الفورميشن ديورينج دريلينج. تمام. اول نوع ودي صور توضيحيه للناتشرال دايموند والميكس دايموند اللي هي الامبريجنيتد. تمام. الدايموند بت منها نوع اسمه تي اس بي بيتس، تمام، اللي هو الثيرمالي ستيبل بوليكريستالين دايموند بيتس، ودي تعتبر نوع مطور من البي دي سي بيت. تمام. وبتستخدم في الفورميشن اللي هي مور تمبريتشر او اللي هاز تمبريتشر مور زان بي دي سي بت، يعني تي اس بي ممكن استخدمها في الفورميشن اللي درجه حرارتها اعلى من درجه الحراره اللي هستخدم فيها البي دي سي بتس، لدرجه ان تي اس بي بيتس دي بتستخدم في الويل اللي اتش بي اتش تي ويل اللي هو الهاي بريشر هاي تمبريتشر ويلز، مصنعه من نفس المواد المصنع منها البي دي سي بيتس تقريبا. تمام. بعد كده ندخل في النوع الثاني واللي هو الرولينج كاتر بيتس. ورولينج كاتر بيتس دي طبعا فيها اجزاء متحركه هاف موفينج بارتس، ممكن استخدم الرولينج كاتر في السوفت فورميشن وفي الهارد فورميشن. في السوفت فورميشن بتبقى البت ليها شكل، وفي الهارد فورميشن بتبقى البت ليها شكل ثاني يتناسب مع الفورميشن اللي انا هحفره. يعني مثلا في السوفت فورميشن بتبقى الكون بتاعت البت بتبقى الكون لونج، والسبيس بتوين تيث لونج، والتوث لينس طول السنه بتاعه البت لونج برضو. فاللي هو ايه اللي هو دي الحاجات اقدر احقق بيها او استخدمها في الهارد فورميشن وتحقق لي الريت اوف بنتريشن اللي انا عاوزه، لان اصلا الفورميشن سوفت، فبالتالي اقدر اطول السنه براحتي، اقدر اعمل، ففي امكانيه اني اطول السنه، اطول السبيس بتوين تيس، اقدر اخليه لونج، وبالتالي يسرع لي في الريت اوف بنتريشن. اما في الهارد فورميشن فبيحكمني بحاجات اللي هو الكونز بتبقى قصيره، السبيس بتوين تيس بتبقى قصيره، التوث لينس برضو بتبقى قصيره، وده مما يناسب السوفت فورميشن. طب الهارد فورميشن لما تبقى الكون شورت، لما تبقى السبيس بتوين تيس شورت، لما تبقى التوث لينس شورت، ده مناسب جدا الهارد فورميشن. تمام. وفي نوعين من الرولينج كاتر بيت، الميل توث والانزرت بيت. دي صور معينه اهي، حتى ممكن نقدر نكتشف هنا الانزرت بيت السن الكون صغيره والسبيس بتوين تيس صغيره برضو شورت، والتوث لينس صغيره. اما في الميل توث كبيره، التوث كبيره والسبيس بتوين التوث تقريبا اكبر، وده اللي بيختلف عن في رولينج كاتر بيت، من بيت للثانيه. فاقدر استخدم دي في السوفت واقدر استخدم دي في الهارد فورميشن. تمام. في مقارنه بسيطه كده بين الميل بيتس والانزرت بيت، بقارن بينهم من خلال الكوست، من خلال الريت اوف بنتريشن، من خلال الدريلنج ميكانيكس، من خلال الوير. طيب عندنا مثلا في الكوست في الميل بيتس الكوست بتاعتها ليس اكسبنسيف، يعني مش غاليه قوي، انما مثلا الانزرت بيت سعرها اعلى من سعرها اعلى من سعر الميل،
ولكن هي هاف لونجر انترفال رانز، اللي هو ايه، بقدر استخدم، بقدر احفر بيها سيكشن اكبر، الريت اوف بنتريشن بتاعها اعلى، برضو الريت اوف بنتريشن تحت لما اجي استخدم الميل بيت فالاقي الفاستر ريت اوف بنتريشن، بات ان سوفت اند بلاستيك فورميشن، يعني الريت اوف بنتريشن بتاعها عالي ولكن في السوفت فورميشن. اما الانزرت مور ريت اوف بنتريشن ذان ميل ان هارد فورميشن، يعني بقدر الريت اوف بنتريشن بتاعها اعلى من الميل بيت، وبقدر كمان استخدمها في الهارد فورميشن على عكس الميل اللي بستخدمها في السوفت فورميشن فقط. تمام. الدريلنج ميكانيكس ميل بخاصيه السكرابنج، اما الانزرت بيتس بخاصيه التشيبنج والكراشنج. الوير دي ليس وير ريزيستنس، اما الانزرت بيت المور وير ريزيستنس، اللي هو ايه، اللي هو مقاومتها للتاكل، مقاومه الميل للتاكل ضعيفه، اما الانزرت مقاومتها للتاكل قوية وجيدة، وبالتالي أقدر أستخدم البت المناسبة من خلال المقارنة دي، أقدر أستخدم البت المناسبة في الفورميشن المناسبة عندي. تمام. بعد كده ندخل على الميل توث بت. والميل توث بت دي البت بيرينج أو الرولر بول، وتستخدم لبعض الفانكشن، منها تتركز القوة عمودية على الدريل سترينج، تأمين الكون، تركيز القوة على الأكسيال لود. تمام. بعد كده البت عندنا حاجة اسمها البت جورنال، والبت جورنال دي من خلالها بقدر أحدد البت دي أقدر أستخدمها في السوفت أو في الهارد أو أيا كان. البيت جورنال اللود مسلطة على البيت، اللود بتبقى موزعة أو بتعمل، أو البيت جورنال دي بتعمل على توزيع اللود المؤثر على البيت. تمام. في حاجة عندنا اسمها الجورنال أنجل، والزاوية، ودي الزاوية اللي تتكون بواسطة الأكسس أوف جورنال والأكسس أوف بيت. لو كانت ففي عندنا، لو كانت مثلا الجورنال انجل دي 33 درجه، في بقدر استخدم البت بتاعتي دي في السوفت فورميشن. اما لو كانت مثلا من 34 ل 36 درجه، بقدر استخدم البت بتاعتي في الميديوم فورميشن. اما لو الجورنال انجل 39 او اكبر، فبختار ان استخدم البت دي في الهارد فورميشن. تمام. في حاجة عندنا اسمها الجيت بيتس. تمام. الجيت بيتس دي تعتبر أيضا رولينج بيت، تحتوي على نوزل غير متساوية في الحجم. عندنا مثلا فاست، عندنا يعني مميزات ليها فاست، الفاست اند ايكونوميكال، using for soft formation. عندنا في نوزل بتختلف في الحجم، ففي عندنا one large nozzle و two small nozzles. البيت دي ميزتها انها بالorient large nozzle، توجه على اتجاه الميل تحديدا، يعني اللارج نوزل، النوزل الكبيرة في الحجم هي اللي بتوجه ناحية الميل لو انا هحفر بير مايل. النوزل الكبيرة في الحجم هي اللي بتكون موجهة ناحية الميل بتاعي. طيب بعد كده هندخل في البيت كالكوليشن، ودي علاقة اللي بقدر من خلالها أحدد أو أختار البيت المناسبة للحفر. عندنا العلاقة قدامنا إيه؟ السي بتساوي بي زائد تي زائد تي في ار على اف. عندنا السي اللي هي الكوست بير 1 فوت، البي البيت كوست، التي تريب تايم، التي الثانيه روتيتنج تايم، الار ريك كوست، الاف الانترفال دريلد. وبعد كده الفيديو التوضيحي اللي بيحدد او بيبين لنا ويوضح لنا البت ازاي بتشتغل. ثواني هيشتغل.
وده كان فيديو توضيحي استعرضنا فيه ازاي البت تركيب البت الاول، وبعد كده ازاي البت بتشتغل في عمليه الدريلنج زي ما شفنا في سيكشن معين من السكشن. وبكده نكون انتهينا من شرح البت تايبس او الدريلنج او الدريلنج بت والبت عامة وأنواعها. في النهاية بنشكركم على حسن الاستماع طبعا، ونرجو أن نكون أفدناكم بحاجة، واستنونا في موضوعات تانية جديدة بإذن الله تعالى. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.